يا لهوي، قاليش كل ده نايمة، لما اروح اصحيها. يلا أريس أريس يا أريس، اصحي بقى يا أريس، بطلي بطلي الشغل البرود بتاعك ده، ما انتي عارفة ان انا قاعد لوحدي وبابا رايح الشغل. في ايه يا احمد؟ يعني انتي مش عارفة ان انا قاعد لوحدي وبابا رايح الشغل؟ يعني معلش معلش، النهاردة قمت متأخر عشان امبارح نمت بالليل الساعة 2 كده، وكنت قاعدة على اللابتوب. ماشي ماشي، يلا بقى علشان نصحى نلعب مع بعض شوية وتعملي فطار عشان انا جعان. ماشي ماشي يا احمد، اطلع انت بره العب بقى العابك قبل ما استحمى واعمل كل دوت، واجي عشان العب معاك وتاكل. لا انت بس هتستحمي، بستحمي بعدين، انا هموت من الجوع. ماشي، يا ريت ماما كانت عايشة، كانت هي اللي اكلتك من بدري. يا ريت بقى. الله، حلوة المكعبات دي، الحمد لله اني بابا جابها لي، حلوة قوي. بس كده مليش استحمى دلوقتي، لما اكل احمد لو اللي بستحمى، بس دلوقتي ايه، هروح احضر الفطار. احمد احمد، يلا تعالى انا جهزت الفطار. حاضر، جاي ثانية. الله يا إيريز، الأكل طعمه حلو، تسلم إيدك. العفو على ايه يا احمد، اتفضل يلا كل. انا عملت لك سندوتش بيض والكلام ده، انت اكل خفيف علشان احنا يعني كمان شويه كده وهنتغدى، فانت بقى ما تجوعش من اولها كده. لا مش هتجوع، الاكل طعمه جميل جدا وهيشبعني وكتير كمان، انت عاملاه بزياده. خلاص قول بقى اكلك كله. ماشي، بس انا كنت عايزه عصير فراوله، قصدي حليب فراوله. معلش بقى، اشرب حليب من دوت احسن، علشان حليب الفراوله مش مفيد زي ده، ليه؟ لاني بتحط اكيد عليه طعم صناعي والكلام ده. وما دام هو بتحط عليه طعم صناعي، يا ذكية، بتأكلهن ليه ولا بتشربهن؟ خلاص بقى كله بطل راغي. انا دلوقتي هشرب اللبن كله، ما تقلقيش. ماشي شاطر يا احمد، يلا اشرب، قول بسم الله واشرب، وبعد ما تخلص قول الحمد لله. ماشي، ما انا عارف، ماما عرفتني. أريج أريج أريج، عايز ايه يا احمد؟ ممكن تلعبي معايا بقى عشان انا قاعد لوحدي. طب ايه رأيك انا اديك اللابتوب النهارده تلعب عليه؟ بجد اللابتوب بتاعك؟ بجد بجد فرحانة جدا، انتي احلى اختي يا أريج. بصي يا احمد، تعالى هنا، ممكن العب معاك بس بشرط. ايه هو الشرط يا حاج؟ الشرط هو اني استحمى الاول. ماشي ماشي، تحمي بسرعة 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 قوي. ماشي يا احمد، وعشان انت شاطر وبتسمع الكلام هديك شيبسي، خد الشيبسي بتاعك اهو. شكرا يا اريز، انا هاكله كله بسرعه قبل ما اقرفش ايدي عشان ما تاخدش واحده مني. يلا، يامي يامي، بيقرمش وطعمه جميل. خلاص بقى الحمد لله اكلته. اريز، مش هيجي وقت تقولي هات واحده، انا اكلت بسرعه. زمان احمد لسه ما خلصش الشيبسي، لما اطلع دلوقتي عشان اخد منه حب. هنلعب ايه النهارده؟ مادام بقى انا استحميت وخلصت، هنلعب ايه؟ مكعبات كالعادة، ما عندناش حاجة حلوة غيرها. لا عندنا حاجات كتيرة، ممكن نسمع كرتون، انت تختار كرتون وانا مرة اختار كرتون. ماشي ماشي، وبابا هيقيم احسن كرتون في اخر النهار. ماشي، انا مبسوطة جدا، اللعبة دي حلوة قوي، احسن من المكعبات، وانا هخلي بابا يشتري لي لعبة احسن من دي. ماشي ماشي، يلا بقى نسمع على اللابتوب، ولا نقعد هنا احسن باللابتوب اللي هو من غير فيشة. باللابتوب من غير فيشة احسن. ماشي هروح اجيبه دلوقتي، خليك قاعد هنا. وانا هسافر يعني، ما انا قاعد مترزع اهو. حاول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لازم ننرفزني كده على الصبح. ماشي، خليني ابتدي انا بس لما نقعد على الكراسي. ماشي، انا هختار كرتون توم وجيري، كل يوم توم وجيري مفيش غيره. مفيش ده، وانا هختار حلقة ده، هو كان لساني ولا لسانك؟ انا عايز اختاره يا ستي. ماشي ايه اللي هات اللابتوب ده بالراحة، ما تشدوش، وبعدين انت قصير مش هعرف اشوف، وانتي طويلة وهتلو مش هعرف اشوف.
حول الله يا رب، لسه هوطي رقبتي علشان حضرتك، عشان انا اسمع الكرتون بتاعك. مش عاجبك ما تتفرجيش. خلاص يا عم خلاص، مزقش. لعبنا كتير يا احمد، ولما بابا هيجي يقول لنا شيل اللابتوب عشان عينيكم، احنا المفروض كنا سبناه من بدري. يلا عشان بقى انا شويه ناكل حاجه كده فواكه عشان انا جعت قوي. ما احنا لسه متغدين يا بت. اسكت يلا، انا جعانه. ماشي، وانا كمان جعانه، عايز فاكهه. وانا كمان بفكر اخد خوخ. وانا كمان. كل يلا خوختك، بس قبل ما تقول اي حاجه قول بسم الله. ماشي يا ستي. يا من خوخة جميلة، انا بتاعتي مسكرة. وانا كمان بتاعتي مسكرة، لكن انا بتاعتي مسكرة احسن منك. لا انا بتاعتي مسكرة احسن منك على فكرة، بتاعتي حلوة قوي. لا بتاعتي مسكرة احسن منك، وكمان حلوة قوي قوي، تحس انه محطين عليها عسل. يا شيخ. اه والله. ماشي. عريس يا كسولة، حد مخبط الباب، ما تقوم تفتح له. انا مالان. يا ربي الصبر من عندك. ازيك يا ريجو؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا بابا. عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا. كنت عايز اقول لكم خبر حلو، بس قبل كل ده هغسل ايدي وحطولي الاكل عشان جعان. انت جعان يا بابا؟ اه. ماشي يا بابا، احنا لسه واكلين على العموم، فانا هحضر لك الاكل. بجد؟ اه والله جوعنا يعني، مستحملناش وقمنا ناكله احنا. طب ماشي، اعملي لي الاكل. اتفضل يا بابا الاكل، اتمنى يعجبك. ايه ده صينيه بطاطس باللحمه. طب ماشي، شكرا جدا على الاكل الجميل ده، بجد انا كنت جعان لما اكله كله، بجد شكله جميل. يامي وراك كوبايه القهوه حلوه قوي. دي كوبايه شاي يا بابا، معلش شويه متلخبط، عندي صداع. يا بابا ايه بقى الخبر اللي كنت عايز تقوله لنا؟ الخبر اللي احنا خلاص الايجار بقى غالي جدا، فهنروح مزرعة جدك الله يرحمه. يا بابا بس البيت احسن من مزرعة جده. معلش بقى، هنضطر ان احنا ننقل البيت اللي هناك. يو بقى طب ناخد مكعبات. ماشي باخدها ولا اولع فيها، انا مالي. المهم ان احنا هننقل النهارده. ليه يا بابا؟ هو صاحب البيت عايز كده، فانتوا الاحسن لموا حاجاتكم. يلا ماشي يا بابا. يلا يا بيت خلصي. خلصت اهو، يلا عشان نروح. يلا يلا، ثانية واحدة اجيب المفاتيح. ماشي يا بابا. يا بابا البيت ده وحش وفينا ناموس كتير. معلش بقى، هنستحمل، هنعمل ايه يعني، مفيش الا غيره. وازاي اصل الحمام ده لسه عايش، وكل البط ده وجده مات من زمان، ما في ست بتيجي تحط له، بس احنا بعد كده احنا اللي هنحط له اكل. ماشي ماشي. الله يا بابا البته دي حلوه وكلبوطه، واحنا هننبحها عشان ناكلوها. انت همك على كرشك، مش لما ندخل الاول. يا بابا تعبت قوي وعايزه انام، مش قادره والله. ماشي خش نامي انت واحمد. يلا ماشي يا بابا. انتوا النهارده الفجر هتسافر صح؟ عشان تروح شغلك، وهتيجي من بعد بكره صح يا بابا؟ اه للاسف، بس هتني باخوكي حلو يا بنتي، عشان انا سايبك، عشان سايب اخوكي في ايد بنت شاطره وواعيه وكل الكلام ده. ماشي يا بابا. توحشني قوي يا بابا، انت ماما هي موجوده معانا. معلش بقى نعمل ايه، حتى ما فيش حد راضي يقعد هنا معاكم، عشان كل واحد مهتم ببيته وعياله. ماشي يا بابا. يا لهوي الساعة كام؟ لما اروح اشوف بسرعة، ما امشي بسرعة، اتأخرت جدا على الشغل. لما اقوم اشوف بابا مشي ولا لا، يا رب ما يكون مشي لسه. ايه ده بابا راح فين؟ نسيت بابا مشي. يا خسارة، لما اروح انام وما اعملش صوت عشان احمد ما يصحاش. انت يا بنت ده انا ما غمضتش عيني من بالليل. ماشي، عايز ايه؟ انا مش جاي لي نوم كده، ومش هنام في ليلتي السودا دي. استغفر الله العظيم، عايز نعمل لك ايه يا احمد يعني؟ نيجي نلعب لعبه. ماشي يلا عشان نلعب لعبه. نلعب لعبه الرسم، احلى واحده هيرسم رسمه فراشه هاخد مكافاه. وايه هي؟ هعمل له اكله بالليل كده جميله. ماشي.
ماشي انا موافق. خد دفتر وانا هاخد دفتر ونرسم احنا الاثنين. انا عايزه اللون البنفسجي. طب انا كنت عايزاه. ان شاء الله تولعي انت، انا المهم، انا المهم. طب ماشي يا سيدي خلاص براحه علينا. انا مش شايف حاجتك عشان النور، عند النور كده. ماشي وانا كمان هقف عند النور. يا لهوي ايه اللي بيحصل ده يا احمد؟ مش عارف النور بيطفطف. لا لا معلش، في حاجه طبيعيه في الاوضه دي. تعال نطلع بره في الصاله. ماشي ماشي يلا بسرعه عشان انا خايف. المزرعه دي مش عاجباني وانا قلقانه. يا لهوي ايه اللي ساب الفراخ واللحمه دي على الفرن؟ يا لهوي اعمل ايه دلوقتي؟ لما اشيل القلم والرسم دوت اروح اشيل الفراخ والقرف ده. بيتي يا قريش ايه اللي حصل ده يا بت؟ مش عارفه الصراحه يا احمد نعمل ايه دلوقتي. انا خايف قوي يا قريش. ما تخافش مش عارفه اعمل ايه. اللي يستحسن ان احنا نطلع بره البيت ده خالص. هو ريال الدفتر يلا بسرعه. انت عايز مننا ايه؟ تعالى انت عايز مننا ايه؟ عايز اقتلكوا. تعالوا هنا هتروح مني فين؟ وعايز تقتلنا بأمارة ايه؟ يعني احنا عملنا لك ايه؟ ولا حاجة. انا هاخد طار جدكو. طار جدنا ايه؟ احنا عملنا ايه؟ هو انتي اللي قتلت جدك. ما قتلتش حد وحياة ربنا. لا قتلتي يا قريش، انت اللي كنت بتلعبي بالسكينة وانت صغيرة حطيتيها في بطن جدك غصب عنك. باباكي مرضاش يقول انك انت اللي قتلتيه ولا الحكومة انك انت اللي قتلتيه، وانا هاخد بطاره. طب انت هتبقى مين وجاي منين؟ انا ابقى الفرخة لاخوك اللي كان بيقول عليها مقلبوزة دي. وعايزة اكوني ده انا اللي هاكلكم. تعالولي. بالله عليك سيبنا في حالنا، ده طفل صغير وبريء مش عارف حاجة. مش عارف حاجة؟ ده انتوا كلكم عارفين كل حاجة. ما هو قتل مامتك برضو. هو انتي مكنتش تعرفي ولا ايه يا قريش؟ باباكي ما قالكيش؟ الصراحة ما قالنيش والله. لا يا قريش، اخوكي برضو لعب بالسكين هو صغير، مع انكم ما بتحرموش تشيلوا السكاكين من قدام الاطفال. وبرضه قتل مامتك. مامتك كانت هتصحى في المستشفى، بس للأسف أخوكي تم عايز ينام على حضن مامته، ومامته اتفك الجرح والخياطة والكلام ده، قامت ماتت. ولو ما كانش نام في حضن مامته ما كانش الجرح اتفك ولا كانش ماتت، وكنتوا دلوقتي عايشين بأم. بالله عليك سيبنا في عنا. بالله عليك احنا ما عملناش حاجة. يا بنتي هتروحي مني فين؟ ده انا هموتك وهاخد بطاري دلوقتي. قريش للأسف نسيت الموبايل بتاعي بعد ما وصلت لل يا بابا الحقنا يا بابا، الوحش ده عايز يقتلنا. ايه انت تاني؟ مش انا قلتلك مالكش دعوة بعيالي؟ ده ليا ونص كمان. تعالى لي انت الاتنين، ده انتوا كلكم هتتقتلوا النهاردة. تعالي قريش خدي دي. قريش تعالى يا احمد تعالى، مش هتنجو مني. سيبني يا راجل انت. عايز
عايزة ايه يا فحم يا فحمة انتي؟ عمري ما اسمح لك انك تقتل ابني، وانا عمري ما اسمح لك انك كنت تقتل بنتي، بس للأسف بنتي اتقتلت. اسف يا سيدة رحمة، اسف جدا يا مدام رحمة، انا كنت عايز اخد بطارق بس. تاخد بطارق تقتل عيالي وجودي؟ غور ماما ماما. معلش يا احمد، للأسف انا خيال مش حقيقة، هختفي دلوقتي والحلوف ده هيتختفي معايا كمان.